one of the things that was missing was happiness. At this particular time in my life, I had a townhouse, and I had two other houses. I had three houses, but I was very depressed. مطابل أو نابليون كما يدعونه، مغني راب عالمي وأحد أشهر وأكبر المغنيين الذين سجلت ألبوماتهم أكثر المبيعات في أمريكا. في يوم من الأيام وهو في حالة سكر بداخل الاستوديو الخاص به، أراد تسجيل أغنية جديدة لطرحها في الأسواق، وفجأة دخل شقيقه الأصغر ساخرا منه، قال له كلاما مستفزا أغضب مطاع، فوجه هذا الأخير ضربة قاتلة على رأسه، نقل على إثرها مباشرة إلى أقرب مستشفى. ليتدخل هذا الرجل الغريب ذو البشرة السمراء، قال له كلمات عجيبة حتى أقنعه بالذهاب معه إلى المسجد. وهنا دخل مطاع المسجد فاكتشف سرا عجيبا صدمه وجعله يعتنق الإسلام. لنتابع ما الذي حدث وما السر العجيب الذي وجد مطاع في المسجد؟ دعونا نكتشف. ولكن قبل ذلك لا تنسى عزيزي دعمنا بالإعجاب والاشتراك مع تفعيل الجرس لتصلك المزيد والمزيد من القصص الجميلة إن شاء الله. So I remember for the first time in my life, I felt peace, you know what I mean? Because this actually was the first time that I remember putting my face on the floor praying to God. That same night when I went home, I actually started reading the Quran. You know, I started to pay attention to the words in that book, and I said, wow, that's as if it's talking to me. And I said, there's no way on earth a man could come up with these words. في قصة مثيرة للغاية وبشكل مفاجئ، اعتنق المغني الأمريكي مطاع بيل الملقب والمشهور بنابليون الإسلام، لتتحول فيها مسيرة حياته من مغني راب عالمي إلى أحد أكثر الناس دعوة ونصرة للإسلام. ولد مطاع بيل عام 1977 بأمريكا، وبالضبط في ولاية نيوجيرسي، من أب وأم مسيحيين ذو أصول إفريقية، حيث أطلق عليه والداه اسم مطاع شاباز بيلي. عاش مطاع حياة قاسية بعد مقتل والديه وهو طفل صغير، إنه ماض يجلب له التعاسة منذ طفولته حتى الآن. كيف لا وقد قتل والديه بوحشية أمام عينيه وسط منزلهم وهو في سن الثالثة من عمره، من قبل عصابة في الحي الذي كان يسكنه. يحكي مطاع بتأثر بالغ تفاصيل الحادث بأنهم بعد أن قتلوا والده أمامه، صوب أحد أفراد العصابة المسدس نحو مطاع وأخيه، فما كان من أمه المسكينة إلا أن احتضنتهما كذرع لتقيهما من الموت. لكن القاتل وبلا رحمة لم يتردد في إطلاق النار عليهم. 13 رصاصة اخترقت جسد الأم المسكينة وهي تحتضن طفليها قبل أن يلود ومن معه بالفرار، ليظل هو وأخيه لأكثر من 24 ساعة مع جثتي والديهما بالبيت. ظل مطاع الطفل الصغير يعض جسد أمه محاولا إيقاظها، لكن بلا جدوى، قبل أن تداهم الشرطة المنزل. مع الأسف بعد فوات الأوان. After the murder of my parents, me and my brothers, we was in the house with the dead bodies for 24 hours, and I remember as a kid that I was biting my mother trying to wake her up. بعد هذا الحادث الأليم
أعطيت حضانة مطاع وأخيه لجدتهما من أبيهما. هذا الموقف المؤسف جدا، زد عليه العنصرية التي كانت تلاحقه منذ طفولته في أمريكا بسبب لون بشرته، كانت كلها عوامل قد شكلت شخصية نابليون العدائية، وذلك بالانخراط في عالم العصابات والعنف والضياع وموسيقى الراب. وأضفت عليه السمة التي عرف بها مطاع في شوارع وأحياء أمريكا. كان مطاع سريع الغضب، حتى أن مغني الراب العالمي شاكور توباك كان أول من أطلق عليه لقب نابليون نسبة إلى عقدة نابليون التي بحسبها يكون فيها الشخص القصير سريع الغضب والانفعال الغير المحسوب. كان مطاع يكتب الشعر ويفرغ في كتاباته كل ما كان يتعرض له من مضايقات في الشارع للترويح عما يدور بداخله. لقد أحب موسيقى الراب بشكل جنوني. كانت بداية مطاع الفنية عام 2014 مع فرقة محلية تسمى دراما سيدا، ثم التحق بفرقة توباك شاكور أسطورة الراب العالمي وهو في 15 من عمره، بعد أن طلب هذا الأخير كتابة الشعر له. فأعجب توباك بكلماته ليظهر معه في أغنيته تحت عنوان إنني ضد العالم. وقبل نهاية ذلك العام قام توباك بتشكيل فرقته المعروفة باسم الخارجون على القانون، وانضم إليها مطاع وكل أفراد فرقته الصغيرة، وأصبح اسمه الحركي نابليون. لكن بعد اغتيال توباك في سبتمبر عام 1996 عاد مطاع إلى نيوجيرسي، وانتقلت الفرقة إلى لوس أنجلوس. وقال: كنت أكتب الشعر وأغني، وبعد وفاة قائد الفرقة قمت بقيادة الفرقة بعده، وتمكنت من الحفاظ على نجاحها، بل وقدتها لنجاح آخر، إذ بعت أكثر من 40 مليون نسخة من أحد الألبومات حول العالم، فوصلت الفرقة بقيادتي إلى قمة الشهرة، وأصبحت أمتلك الأموال الطائلة، وأفخم السيارات والطائرات الخاصة والقصور، وكل ما يخطر على بال بشر من المتع الدنيوية الزائفة. As far as success in my personal life, I remember I had homes, you know what I mean? I had my own house. I thought that this is the American dream. مطاع في فترة نابليون كان يملك الملايين من الدولارات وعدة قصور تقدر بالملايين في عدة ولايات، والنساء والشهرة وعروض من عدة شركات موسيقية لإنتاج ألبوماته، ولكنه ومع كل هذا ظل يشعر باليأس والإحباط الداخلي. وبحسب وصفه كان كجثة فاسدة تمشي على الأرض بلا مشاعر وبلا هدف وبلا حياة، رغم الوضع المريح ماديا ورغم أضواء الشهرة التي كانت تطارده، إلى أن مطاع لم يلقى راحته في ذلك. كان يعيش حالة من الاكتئاب والمشاكل العائلية والنفسية، فأدمن تعاطي المخدرات وشرب الكحول. And smoking weed, so he was always a little belligerent and a little more physically active than the rest of the outlaws. وفي يوم من الأيام وهو بداخل استوديو ليسجل أحد ألبوماته الغنائية وفي حالة فقدان للوعي التام بسبب المخدرات، تشاجر مع شقيقه الصغير لسبب غريب. قال له هذا الأخير كلاما مستفزا، فبدأ مطاع بضربه حتى أوشك على أن يقتل أخيه. نقل أخو مطاع إلى أقرب مستشفى بسبب إصابته بجروح بليغة على مستوى رأسه، ولحسن الحظ أنقذ الأطباء حياته في آخر لحظة. The night in the studio when I
got into a fight with my little brother, man. I was drunk out of my mind. And I got into an argument with him, and he said something I didn't like. So immediately, I just started fighting. Going off, I always talk back, you know what I mean? When you say something, I always got something to say. You know, I mean, disrespectful, and we just started fighting. When I had him on the ground, man, I basically was hitting his head against the ground to the point that he started to bleed. But Moose said, I was bleeding, I had to get all the stitches in my hands, I hit my head on the window, I had bars. لكن مطاع وفي ذلك اليوم بالضبط التقى بالصدفة رجلا كان سببا مباشرا في إنهاء الشجار بينه وبين أخيه، والذي قال له كلمات في غاية التأثير. After what happened, I asked him if that was his brother's blood on the floor. And he said, well, I said, is that your brother's blood on the floor? And he said, yeah. I said, that's your mother's blood and your father's blood. I said, can I ask you something? And he said, yes. I said, imagine tomorrow waking up sober and realizing that you killed your brother. How would you feel about that? And tears started coming down, coming from his eyes. And I knew that that was checkmate. I knew that was a turning point for him. بعد ذلك اليوم ظل هذا الرجل يزوره دائما، فاقترح عليه ذات يوم الذهاب معه إلى المسجد. And he kind of basically, I remember he kept in touch with me and always asked me to come to the masjid. And for a while I was ignoring him. And when I first went up there, I remember I went up there deep, about 20 or 30 boys with me. And I wasn't really expecting that it was just going to be like how I went everywhere else, with a posse of crew, and we just going to hang out. But when I went there, that's when I saw something different that basically inclined me to want to know more about what these people was upon. في عام 2001 أشهر مطاع إسلامه، وأشار إلى أن أعضاء من فرقته وعددهم 3 أشخاص هم بدورهم أسلموا على يديه إلى جانب مغن آخر. وبحسب وصفه فإنه وجد في الإسلام ما لم يجده في شيء آخر وبدون مقابل، السعادة والسكينة والرضا. والأهم من ذلك فإنه تخلص من عقدة نابليون مباشرة بعد اعتناقه الإسلام، وبات يتحلى بالحلم والأناة والرحمة في قلبه. So I remember, you know, while I'm in the line with him, everything he doing, I'm actually looking at the side of him. He put his hands right here and I do it. And I was just going with the motions with him, you know what I mean? And when I put my face down to the floor, I actually started praying, you know what I mean? I remember for the first time in my life, I felt peace, you know what I mean? Because this actually was the first time that I remember putting my face on the floor praying to God. That same night when I went home, I actually started reading the Quran. You know, this is a book, I always heard of the Quran. I knew that this was a book that the Muslims read. I just never really paid too much attention to it. I never really thought about it as being something serious, you know what I mean? But that day I said, let me read. You know, I started to pay attention to the words in that book, and I said, wow, that's as if it's talking to me. مطاع الذي عاش حياة المال والشهرة باع كل ما يملك وتبرع بالمال قائلا، لم أبق إلا على جزء بسيط كان هو الذي تعبت فيه. فانتقل مطاع فورا للمملكة العربية السعودية للاستقرار هناك، وحول النشاط الذي امتهنه قبل إسلامه إلى بيع القهوة، وأشار إلى أنه افتتح مقهى برأس الخيمة وسيفتتح عربة متنقلة للقهوة بالرياض، ولديه أيضا شركة تسويق. بعد إسلام مطاع تزوج من امرأة يمنية الأصل تقيم بالسعودية، وأنجب منها 4 أولاد وبنت. وعن تعرفه على زوجته قال، بداية إسلامي لم أكن أعرف الكثير من المحظورات، ومنها ارتداء السلاسل، فكنت في أحد الأيام أرتدي سلسلة من عليها الله، وكنت أجلس بمقهى مع أحد أصدقائي، فاقتربت مني زوجتي الحالية ورأت أن السلسلة مكتوب عليها لفظ الجلالة، فسألتني هل أنا مسلم؟ فأجبتها بنعم، فقالت لي إن المسلمين لا يجوز لهم استخدام السلاسل. وبعدها طلبت منها رقم والدها، وبعد مرور 3 أشهر تزوجتها وأنجبت منها 4 أولاد وبنت.
وهم يتحدثون العربية بإتقان وأخطط لأن يكملوا تعليمهم في السعودية. والله يهدي من يشاء. برأيك عزيزي، ما السبب الحقيقي الذي دفع مطاع لاعتناق الإسلام؟ شكرا على المتابعة، ودمتم بحفظ الله ورعايته.